نهلا اختياركم راديو أصوات ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم لكل أسرة برفقتكم لمياء المساوي سيف الدين بلغيتي في الإخراج. واليوم حضر معنا كالعادة دكتور عماد ميزاب دكتور في الصيدلة ومختص في التداوي بالأعشاب. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي كيكثر عليه الكلام وكيكثر الانتشار ديالو خلال فترة الصيف بحكم أننا كنمشيو للمسبح كنمشيو للبحر الجين ديالنا كتكون تعرضة للرطوبة أكثر والماء أكثر وما كنشفوهاش. غادي نتكلموا على الفطريات اللي كتصيب الأظافر ديالنا كيفاش أول حاجة أننا نحميو أنفسنا من هذه الفطريات لأنها تزعج ومدة العلاج ديالها ما كتكون شيء قصيرة يعني كتاخد الوقت. غنتكلموا أيضا على بعض الوصفات اللي معروفة واللي منتشرة سواء في الانترنت أو لنتوما جربتوها باش تحاربوا أو باش تعالجوا الفطريات ديال الأظافر سواء عند كبار أو لا عند صغار عند رجال أو لا عند نساء. واش كاين أصلا وصفات طبيعية من غير الأدوية اللي كيعطينا الطبيب المختص اللي ممكن أنها تعالج وتحمي الأصابع أو الأظافر ديالنا من الفطريات؟ الفطريات هي أنواع كثيرة جدا ومتنوعة وتبقى لحسب كل نوع اللي احنا تصابنا به وطريقة ديال العلاج والوقاية مهمة 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 جدا باش نحافظوا على الصحة ديال الأظافر ديالنا. 05 22 77 24 24 أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لكل أسرة ممكن من خلالها تواصلوا معنا طرحوا الأسئلة ديالكم على دكتور عماد ميزاب دكتور في الصيدلة ومختص في التداوي بالأعشاب. غنمشيو مع أول فاصل ونرجعوا نواصلوا خليكم معنا. دائما معكم على راديو أصوات ومباشرة مستمعاتنا ومستمعينا برنامج لكل أسرة. واليوم موضوعنا غادي نتكلموا على الفطريات اللي كتصيب الأظافر ديالنا واللي كتكثر خلال فترة الصيف لأننا كنمشيو للبيسين ولا المسبح. المسبح واحد المكان اللي فيه كتنمو هاد الفطريات وكتنتشر وكانت عادة وخصوصا إلا كانت عندنا المناعة على قد الحال. أيضا الرجلين ديالنا ويدينا تيكونوا متعرضين أكثر للماء وما تنمسحوهمش فهذا يقدر يكون من بين الأسباب اللي كتعطينا الفطريات الأظافر. الفطريات الأظافر اللي كتطلب وقت في العلاج ماشي سهل العلاج ديالها وهي كاينة أنواع كثيرة جدا ممكن تصيب الكبار كيف ما ممكن تصيب الكتار الصغاري كدكتور عماد ميزاب. أكيد 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 وصباح الخير عليك لمياء. أهلا وسهلا أخوات والإخوان كي نورونا في هذا النهار هذا. أكيد فإلا درنا على درجة الحرارة المرتفعة ودرنا على الرطوبة ودرنا على الماء فهادشي كامل كنعرفو أنه هو ما تحبه الفطريات وكتبغي وكتبغي تعيش فيه. وكذلك أهم حاجة خصنا نردو ليها البال هو الإنسان يكون عنده واحد المناعة قوية لأن حتى كنعرفو حتى هاد الباساج أو هاد الفترة الانتقالية ما بين يعني فصل الربيع الفصل الصيف اللي يدخل في 21/6 فهنا كنعرفو أن الإنسان حتى المناعة إلا كانت هابطة فهاد الفطريات هادي كما كنقولوا احنا اكثر حاجه اللي كتاثر على الانسان وكتبان فيه هي الفطريات. فهنا كيخصنا ضروري ندير واحد الوقايه ضروري اننا ناخذ واحد كما كنقولوا حنايا واحد العادات واحد الغيتويال اللي غادي نديروه في طيله فصل الصيف باش نحافظوا على الصحه ديالنا من الفطريات. والفطريات اللي كنعرفوا انها انواع كثيره وكثيره فاش نقول لك كاين واحد 400 فامي ديال الفطريات وكل فامي كتنقسم الى او عائلات ديال الفطريات كما كنقولوا حنا او اجناس ديال الفطريات. وهذا 400 نوع كينقسم الى انواع وهي غدا يعني حتى كنوصلوا لواحد العدد ديال 1000 نوع ديال الفطريات. فهنا كل نوع ديال الفطريات كيكون عنده واحد العلاج خاص به كل نوع كيخصو واحد كما كنقولوا حنايا واحد الوقايه وكل نوع كيخصنا نردوا ليه البال لانه شنو كيدير ان هاد الفطريات او الطفيليات ملي كينتقلوا من انسان الى اخر فهي كتتطور فهمتي يعني الانسان اللي كيكون في الاول عنده الفطر كيقدر يقضي عليه ولكن مثلا مجرد ما يتعادى الانسان الثاني وكيطيح عنده هذاك الفطر فبحال كنقولوا داك الفطر كيوقع عنده طفره وكيولي اخطر وكتولي كما كنقولوا حنايا المشاكل الصحيه كتولي كثيره من الانسان الاول اللي كان عنده هذا الفطر هذا. وايضا واحد المساله كنلاحظوها انه كنستهنوا ما تنعالجوهمش ما تنقولوا راه دابا يمشي اولا كنستعملوا بعض الوصفات الطبيعيه اللي حنا غادي نتكلموا عليها اليوم دكتور عماد. فبالتالي من بعد داك الطفر تيبقى كيتكال حتى كي
نقولوا راه داك الضفر مات، راه تيولي اللون ديالو صفر شويه، تيخضر شويه، تيكحل، تيولي تعاد من ضفر لضفر. فوالا انا اكيد الا هضرنا على النوع من الانواع ديال الفطريات اللي هو اللي كتصيب الاظافر، فاكيد هنايا علاش سمح لي يا دكتور عماد سمح لي، لانه الا كان في نوع ديال الفطريات نعم وما عالجناهش فكنظن بانه غادي يبقى تيتطور. سؤال مهم خصني اكيد اكيد. فشوف اي حاجه هملناها فكما كنقولوا حنا دائما غير كنفوت واحد 10 ايام فواحد التغيير كيكون عندي في الداس ديالي، غير كنفوت 10 ايام كيخصني نمشي نشوف الطبيب كنشوف علاش هذا المشكل هذا، لان هنا ما كنبقاوش في حاله عاديه اللي غادي تمشي ولكن شي حاجه اللي ماشي هي هذيك في الداس، وخاصه الفطريات. فالفطريات الا ما تعالجوش فمن الضفار كينتقلوا للجلد، من الجلد كيمكن ينتقلوا لينا الجهاز الهضمي ديالنا، كيمكن ينتقلوا لينا الدم ديالنا، فهذا الشيء كامل كيمكن ياثر علينا ويعطينا مشاكل كثيره في الصحه ديالنا، فهنا خصنا نردوا لهم البال. واكيد ان اي حاجه كتبدا في كما كنقولوا حنايا في الدرجه الاولى فما حدا غدا وكتطور في المرض وهي كتولي اخطر، وهي كيولي خص العلاج ديالها مده طويله، وهي كيولي كيخصنا كما كنقولوا حنايا نستعملوا مده طويله ديال العلاج. فاحسن حاجه واي حاجه احنا دائما كنقولوا ان الوقايه او الوقايه افضل من العلاج، وكذلك اي حاجه التشخيص المبكر ديالها كيعاوننا وكيحمينا اننا نتطوروا ونتصابوا ببعض الامراض اللي يمكن تضرنا. اكيد دكتور عماد ميزابو غادي نفتحوا الخط لكم باش تواصلوا معنا وتطرحوا الاسئله ديالكم 0522 77 24 24، دائما على راديو اصوات. مليكه من ورزازات، السلام عليكم مليكه. رحمه الله اختي، دكتور عماد لكن ممكن، شكرا قبل كل شيء على هذا البرنامج على البرامج ديالكم. عصفتي الفطريات عندي بعض الفطريات ما فهمتش واش هما نوع من الفطريات في الرأس وكتكون عندي شويه حتى شويه من الفوق، غير شويه ماشي بزاف، ولكن عندي واحد لاشوت ديال 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 الشعر كثيره بزاف. كانت عندي هذه مده شي 4 سنين وعالجتها مده سنتين بادويه مع مختص، طبيب مختص، شويه استرجعت شويه ولكن عاوتاني دابا نفس المشكل. ولكن واش الفطريات الطبيب اللي قال لك فطريات؟ قال لي واحد نوع الفطريات ولد لك شي شويه ديال القشره، ولكن المشكل ديال لاشوت خلاص درت لي تحاليل تاع لي كواتر ولا تحاليل ديال الانيمي. المهم عطاتني مجموعه ديال التحاليل درتهم، قالت لي ما عندكش الانيمي، ما عندكش شويه ديال الخزان شويه، وعطاتني في الاخر عطاتني شي دي كومبريمي ديال الخزان، ولكن من في الاول عطاتني غير داكشي ديال داكشي اللي لا غير هو دابا الانيمي. وهذا فاش دابا الطبيب فاش دار لك التشخيص قال لك بان راه عندك فطريات، والفطره هو اللي دار لك هذيك الحكه، عطاك واحد الدواء اللي غادي تاخذيه كتشربيه مره في الاسبوع ياك، عطاك بعض الكريمات اللي كدهنيها على الشعر ديالك. واخا ملي خديتي هذا الشيء واش تحسنات الوضعيه ولا ما تحسناش؟ تحسنات الوضعيه، مده هذه 4 سنين تقريبا تحسنات الوضعيه، ولات شويه خلاص ما رجعش الشعر كما كان، ولكن كاين تحسن. دابا عاوتاني خلاص ما فهم، ما عرفتش واش زعما نفس المشكل هو نفس الفطريات، ولكن لاشوت رجعت نفس الشكل يعني القدام ديال الشعر ديالي ما تقريبا نقول ما بقاش فيه الزغب كاع نهائي. واخا التوتر تعرفتي شي توتر في هذه الفتره هذه يعني تحسنتي؟ قالت لي في ذاك الوقت الدكتوره قالت لي راه هذه المساله ديال التوتر ما تصدقش مزيان، ولكن انسان الحياه اليوميه راه ممكن غير على كل حال. فهمتك، يعني رجعت بحال الحاله الاولى اللي كانت عندك. دابا كان واحد البقعه شويه صغيره ديال البلاصه طاح منها الشعر بزاف، ودابا ديك البقعه كتكبر، ولكن لونتوراج ديالها تقريبا طاح منه الشعر حتى هو بزاف، بقى فيه شويه، ولكن كتبان ديك المساحه شويه واحد الدائره هكا قد درهم هكا كتبان خاويه بزاف اكثر من البلايص الاخرين. نعم واخا خليك في الاستماع، فان شاء الله غادي نفيدك، غادي نعطي وصفه طبيعيه واخا الفطريات ان شاء الله. شكرا الله يرحم والدينا، ان خلق لي مشكل بزاف ان شاء الله. واخا مليكه، غير يمكن هذه المشكله عند الفطريات ما عندهاش علاقه بالاظافر؟ لا ما عندهاش علاقه بالاظافر، حيت هي دابا فاش حنا هضرنا على الفطريات يعني هضرنا على المجال الشاسع ديال الفطريات وركزنا على الاظافر، لانه كانت اكيد تنصابوا بها اكثر خلال الصيف. بالفعل فهنا غادي ان شاء الله حتى الوصفه اللي غادي نعطيوها، نعطي واحد الوصفه اللي غتصلح
الفطريات نحن غادي نعطيو واحد السبيكت اللي كيكون طالع يعني كيمكن ياثر لينا على جميع الانواع ديال الفطريات تقريبا. فهنا هذه الوصفه ان شاء الله غادي هي اللي غادي نعطيو في هذه الحلقه. السؤال ديال الام هين كتقول لك واش الاطفال قل من 3 سنوات ممكن انهم يتصابوا بالفطريات ديال الاظافر؟ يمكن يتصابوا الاطفال لان علاش قل من 3 سنوات معرضه اكثر لان المناعه ما كتكونش كتكون المناعه قليله وخاصه الا لاحظنا ان الاطفال اللي ما كيكونوش خداو الرضاعه الطبيعيه فالرضاعه الطبيعيه اكيد للامهات اللي عندهم يعني قدروا يرضعوا وما كيرضعوش فهنا كنقول لهم خص الرضاعه الطبيعيه للوليدات لان اهم حاجه هي هذيك الرضاعه الطبيعيه. كيدوزوا المضادات الحيويه الطبيعيه كيدوزوا يعني اي حاجه كيمكن تنفع هذاك كنقولوا حنا لو بيبي فكتدوز عبر الرضاعه الطبيعيه. ما يمكنش او الانسان دار واحد الرضاعه اصطناعيه فهنا كيخصنا نردوا البال للتغذيه ديال الطفل وخصنا كما كنقولوا نديروا الحرص كل الحرص باش الطفل هذا ياخذ واحد التغذيه متوازنه. فاكيد الى قل من 2 راه كتكون هابطه عندنا المناعه وهنا كيمكن تاثر لينا على الاظافر ديال الطفل خاصه الطفل اللي كيكون عنده مثلا كما كنقولوا حنايا نقص في بعض الامور يعني نشوفوا الطفل ديالنا واش ما عندوش نقص في الحديد واش ما عندوش نقص في الكالسيوم اي ان الحاله الصحيه ديالو تكون واحد الحاله صحيه متوازنه وكذلك حتى بالنسبه كما قلنا ونركزوا بزاف على فقر الدم وعلى الكالسيوم واش ما ناقص. طيب ناخذ ابتسام من الحسيمه. ابتسام اللي عندها مشكل مع البحر. ابتسام السلام عليكم. عليكم السلام. اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله شكرا للطبيب ديالنا على مساعدة ديال الناس. الله يبارك فيك هذا واجب اختي مرحبا. شكرا. شنو مشكلتك مع البحر ابتسام؟ وقاش ما كنمشي للبحر انا كيدمعوا لي عيني كيبقاو يومين مور ملي كنمشي للبحر كيبقى هكا كيدمعوا وحتى في هكاك. نعم. وما عرفتش شنو واش الحساسيه ولا ما كيجيش معايا لا ما جيتي ديال البحر ولا فهمتك. ودابا حنا موضوعنا راه موضوع ديال الفطريات التعفنات الفطريه في الفتره هذه ديال الصيف ولكن ماشي مشكل نجاوبك على السؤال ديالك. اكيد ان ملي كتمشي للبحر فهنا شنو اللي كاين ان يقدر يكون هذاك اليود اللي كيكون في البحر كيمكن يعطيك حساسيه ولا كيكون عندك واحد كما كنقولوا حنايا واحد حساسيه ديال يعني ذاك الجو ديال البحر فتا هو ذاك الهواء ديال البحر كيمكن يعطي هذا المشكل. فهنا هذه سهله بسيطه ان تشوف الطبيب ديال العينين غيعطي واحد التقطيره اللي غادي تولي مباشره من تجي من البحر ولا قبل من البحر فهي كديرها وان شاء الله الامور غادي تكون بخير. عندنا سؤال ديال كريمه وسؤال ديال ام احمد وديال نجاه وديال نوال اللي كيسولوا على الحنه واش كتعالج فطريات الاظافر. سؤال مهم لانه كنشوفوا بزاف الناس اللي فيهم فطريات كينوضوا تيديروا الحنه. غنجاوبوا على هذا السؤال ولكن بعد الفاصل خليكم على راديو أصوات. غادي نوصلوا معكم لقاء مباشره دائما من راديو اصوات برنامج لكل اسره واليوم كنتكلموا مع الدكتور عماد مزاب على الفطريات اللي كتصيب الاظافر لانه واللي كتنتشر بشكل كبير جدا خلال فصل الصيف. مرحبا بكم على 0522 77 24 24 او صفحتنا الرسميه على الفيسبوك لكل اسره. قبل من الفاصل دكتور عماد توقفنا عند موضوع مهم اللي كيسولوا عليه بزاف المستمعات والمستمعين الحنه لعلاج الفطريات ديال الاظافر. فالحنه بحال واحد النوع ديال واحد بومادلا ذكر لا داعي لديك الاسماء ديالها التي توظف لجميع الاغراض. فهذه الحنه حتى هي اي حاجه في الجلد كنستعملوا الحنه وكنلقاوها حنا متوارثه داخله في الموروث الثقافي ديالنا المغربي او فيما يسمى بالطب المغربي القديم او تراديسيونيل او التقليدي. فالحنه غير منصوح بها في هذه الامور. هذه عندنا الصدفيه عندنا الفطريات عندنا الحساسيه المفرطه الكزيما هادو كلهم امور اللي ممنوع استعمال الحنه. الحنه شناهي؟ الحنه في واحد الماده كتسمى لاوسين. هاد الماده هادي مباشره ملي كتدخل لينا البشره ديالنا ولا كتقيس لينا الجلد ديالنا وشنو كيوقع كتحيد الماء من هاد المنطقه هادي وكتنشف. وحنا دابا ملي كيكون الفطريات وملي كيكون عندنا حساسيه البشره ولا ملي كتكون مثلا الصدفيه فهذو كلها امور اللي كيخصنا داك الترطيب الطبيعي يبقى. واخا تقول لي ان بينا
راه الرطوبه هي اللي كتسبب الفطريات، ولكن لا، راه كاين واحد الماء داخلي اللي كيكون عندنا في الخلايا، هذاك هو اللي كيكون كيحبس لينا يعني كيعطينا داك لافي كواتشو، يعني داك كما كنقولوا حنا واحد التاثير مطاطي باش كيخلي ما كيخليش هذاك البكتيريا تزيد تدخل، يعني بحال كيدفعها، فهذاك الماء كيتفقد لينا من الخلايا ديالنا، وكيولي ديك الساعه الفطريات سهل لهم انهم يدخلوا لينا للداس ديالنا ويوليو تعفنات اخرى. هذا الانسان ما غاديش يبقى محصور، ولاحظوا ان الانسان اللي كيديروا الحنه وغادي يعرفوا هذه المساله، الناس اللي فات لهم جربوا الحنه انك تولي الرجل كامله مصابه ولا اليد كامله مصابه، وخاصه الناس كذلك اللي كتكون عندهم الكزيما كيستعملوها بزاف، فممنوع استعمال الحنه في هذه الامور هذه. والحنه اللي بغينا نعرفوا راه ملي كنطحنوها وكناخذوا منها معلقه كبيره راه حنا خدينا واحد الكميه كبيره ديال الحنه، فإلا حنا كنا كنهضروا على واحد العلاج ديال بهذه الماده تلالاوسين، فحنا كنهضروا على واحد 10 ديال الوريقات ديال الحنه ولا 15 ورقه ديال الحنه، راك الشيء اللي طحناهم شو شحال غيعطيونا؟ ما يعطيونا ميم با واحد نص معلقه صغيره. فهذا هو الا بغينا حنا نخدموا هذه الحنه، ولكن كما قلنا الحنه تستخدم للبشره اللي كتكون سليمه، بشره اللي ما فيهاش جروح، ما فيهاش الحساسيه. وباش نزيدوا ناكدوا ان ممنوع استعمال الحنه في الفطريات ولا في شيء تعفن على مستوى البشره ديالنا. طيب واضحه الامور، شكرا لك على توضيح دكتور عماد. غادي ناخذوا عمر من مدينه فاس معنا على الخط. السلام عليكم سي عمر. السلام ورحمه الله اختي. اش اخبارك سيدي؟ لاباس عليك؟ الله يسلمك على رفقتك. الله يبارك فيك سي عمر، تفضل شنو السؤال ديالك؟ عندي واحد المشكل ديال الظفر الكبير ديال الرجل. اها. بحال كاين لقى صغير الماء تيبقى يفتن كيبغي وحده. تا كيولي كيتقشر. تيتقشر. اها. وعمرك خديتي عليه شي دواء؟ عجزتي عليه؟ درتي شي حاجه استعملتي؟ خديت الدواء وكني هكاك مازال نفس المشكل. ياك شحال عطاك الطبيب الدواء؟ شحال المده غتستعملو؟ ياك ديك الكينه اللي كتشرب مره في الاسبوع ياك؟ اه. شحال عطاك؟ عطاني واحد البومادا وحط ديك البومادا الشامه حتى ما شي فعاليه كاع. ولكن واش عطاك الفانيد تشربو ولا ما عطاكش الفانيد؟ عطاني الفانيد. عطاك الفانيد؟ اي. وشحال دابا خديتي الفانيد؟ حيت هادشي غيكون عطاك على الاقل واحد المده ديال 3 شهور. شحال انت خديتيه؟ ما يمكن ما كملش 3 شهور، قال شي شهرين بحال هكا ما كملتش. هاك وشنو قال لك الطبيب؟ شحال المده اللي عطاك الطبيب؟ عطاني هو 3 شهور وكنينا ما شويه الامور ماشي هذيك بالنسبه للمصوب داك الشيء هذاك وخاك ما فهمتك اخويا. حيت هو شوف حيت هو كاين واحد الفانيد اللي هذاك اللي كيتشرب مره في الاسبوع، يعني ديك لا موليكول اللي كتكون فيه ديك الماده الطبيعيه او ديك الماده عفوا الماده المعالجه الاساسيه، فكاين بزاف ديال الادويه اللي فيهم هذه الماده هذه، يعني كان خصك ترجع عند الطبيب وتقول له ودي انا الدواء هذا راه غالي عليا ما نقدرش نستمر فيه، غيخرج لك انواع اخرى ولا شي نوع اخر ديال الدواء اللي غادي يكون ناقص في الثمن وغادي يمكن لك تعالج به. حيت شوف انا نقول لك واحد المساله اخويا، حيت دابا المشكل شنو هو؟ المشكل هو الفطر عندنا في الدم. والمواد الطبيعيه ما كاينش شي ماده طبيعيه اللي كتقتل لنا الطفيليات مثلا، لا البكتيريا ولا الفطريات ولا الفيروسات، فيكذب عليك الكذاب. لان يعني ضروري مخص من ادويه، علاش؟ باش كيمشيو مباشره لهذاك المشكل وكيحيدوه، لان يعني الا خدينا جينا نستعنوا بالمواد الطبيعيه فكنعرفوا حنا المواد الطبيعيه التاثير ديالها كيكون طويل، لان اي حاجه طبيعيه كيخصها واحد المده، فحنا هنا المواد الطبيعيه شنو كنستعملوهم؟ كنستعملوهم كعلاج، يعني عفوا كمساعده على العلاج، ولا كنستعملوهم كوقايه، هذا هو اللي كاين. اما خويا بالنسبه لهذاك الظفر، خاصه الظفر ملي كنوصلوا لهذ المرحله انه كيولي كيتكال ولا كيولي كيصفر بزاف ولا كيولي كيتغير اللون ديالو ولا مشى لواحد الكحوليه اللي خطيره، فهنا ضروري كيخصنا ناخذوا هذ الادويه. فانا كنصحك اخويا انك ترجع عند الطبيب ياك، ولا غير الطبيب اللي غادي يكون عندكم تما قريب لكم، الطبيب ديال الحمى، تمشي عنده تقول له ودي انا كنت كناخذ هذا الدواء ولكن راه غالي عليا، عافاك الله يجازيك بخير، الا ما شوف لي شي دواء يكون قريب ليه ويكون رخيص في الثمن، وان شاء الله الامور غتكون بخير. وخليك في الاستماع، فاليوم غادي نعطي واحد الكريمه للمساعده على العلاج في هذا المشكل هذا ديال الفطريات. شكرا لك عمر. سعيد معنا من مدينه فاس، اهلا وسهلا بك سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، اش اخبارك؟ لاباس؟ الحمد لله شكرا. تفضل سي سعيد، شنو سؤالك؟ اخلي كنصيف سالي الموجود الدكتور حسن زين، عندي واحد الفطره نبيعو الكبار. بحال اللي عندي الكزيما في رجليا في الكدمان ديالي، ملي كنمشي بحال دابا في الصنداله كيبقاو يتقشروا لي رجليا من الكدمان. واخا كيسيروا بالماء ولا ما كيسيروش بالماء ولا ناشفين؟ لا ما كيسيروش بالماء، ولكن دوزت على المده الا تطولت في المده كيبقى كيتشقوا لي الكدمان ديالي. اها. والظفار؟ الظفار نخلق فيهم فطريات زايد. نعم. لا الظفار شنو كيوقع فيهم؟ تا هما كيوقع فيهم تشقق؟ لا لا. غير شنو اللون ديالهم مغير؟ شويه.
انا الفران ديالي شحال هذا راه طاروا لي بجوج. اها شنو طاروا لك باش طاروا لك بالفطريات ولا غير طاروا هكاك يعني وقع لهم شي؟ لا طاروا هكاك يعني بقاسيس بهم طاروا بجوج. واخا الطبيب وشكون واش الطبيب اللي قال لك الفطريات؟ لا 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 واحد الاخت مليان كانت هي اللي قالت هادشي ديال الفطريات. شوف تحيه لكاع الناس ديال الاسره الطبيه ووزاره الصحه، ولكن اخويا ضروري كيخصك تمشي تشوف الطبيب. علاش؟ حيت هنا وهذا سؤال مهم كنشكرك عليه لان حطيتي لنا هذا السؤال. هذا هنا راه ماشي معناتها ان الظفر كيتقشر ولا الظفر كيتكال ولا اللون ديالو تغير هذا دليل انه فطريات. ايوه ما يمكنش. فهنا كيخص تحاليل، فكاين تحاليل ديال الدم، كاين طبيب مختص يعني كيكون اختصاصي في, 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 في امراض الجلديه يعني ديرماتولوج هو اللي كيحدد لينا واش فطر ولا ماشي فطر. لان غير الدوره الدمويه ما كانتش كدور بطريقه طبيعيه غير يمكن تعطينا هذه الزرقيه للمستوى ديال الظفار ديالنا. الا كان عندنا مشكل نقص في الكالسيوم ولا في الحديد ولا في الاملاح المعدنيه في لي زوليغو اليمون كيمكن تعطينا هاد الظفار اللي يكونوا كيتقشروا. الا كانت المناعه ديالنا هابطه ياك كيمكن تعطينا هاد المشكل هذا. الا كان عندنا حساسيه مفرطه في الدات ديالنا، فهنا كما قلتي ان عندك هنا المشكل ديال الكزيما. ان الكزيما كتكون عندك وكما كنقولوا حنا مزمنه انها كتجي وكتحيد وكتبقى بزاف، فهنا كما قلت لك خصك ترد ليها البال. فالمساعده انا غادي نعطيك وصفه للمساعده ولكن غتستعملها واحد المده ديال 15 يوم. الا ما كاينش واحد التحسن فهمتي ضروري انك تشوف الطبيب اخويا العزيز. شكرا اخويا. مرحبا اهلا وسهلا بك. سعدنا السؤال ديال فاطمه عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك اللي كتقول لي عفاك سولي لي دكتور عماد الله يجازيك بخير، بنيه عندي في عمرها 6 سنين وعندها ضفيرات رجيلاتها غلاض بحال ديال الناس الكبار، بغيت نعرف واش هذا نوع تاع الفطريات او لا شي حاجه اخرى، واش من اختصاصي غادي نديه ليها؟ فهو اختصاصي ديال الجلد كما قلنا انديرماتولوج، ولكن هنا البنية تتخلى عليه لان ما عندها علاقه. احنا فوقاش كنهضروا على مرض في الاظافر، هو من الاظافر كما قلنا كيتكالوا كيتفرتوا كيتغير اللون ديالهم، يعني ما كتبقاش عندهم ديك الحاله الصحيه. حيت الاظافر كيخصي داك الشكل ديالهم يكون هو هذاك يعني كما كنقولوا حنايا مقاد، وهذيك الغشاء اللي كيكون فوق منهم اللي كيعطينا الوقايه حتى هو يكون مقاد، ما فيه لا نقاطي ما فيه هذيك. فانا البنية الا كانت شي الامور كلها عندها مزيان فلا داعي انها تقلب على شي اختصاص. الاخت كريمه كتقول لك عندها مشكل ديال الفطريات في الظفر ديالها درجليها وبغات شي وصفه، وعندها ايضا الاكزيما وبغات شي وصفه طبيعيه ديالها، قالت لك لانه الدواء عيات بدون نتيجه. غادي نتكلموا على المساله هذه ديال الادويه، لانه الدواء ديال الاظافر خصوصا درجلين انا شخصيا اللي عارفه انه كياخذ وقت طويل جدا في العلاج. كيخافوا منه. وحنا ما عندناش الصبر اصلا، لانه كنبغيو شي وصفه نديروها الصباح الغد الليل عاود في كل قوه، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي هادشي داك خصنا شي حاجه سحريه، ما كاين حتى شي حاجه سحريه. اي دواء كان طبيعي ولا ماشي طبيعي كتخصو واحد المده معينه ديال العلاج. غنتكلموا على هادشي، ومازال الدكتور عماد غادي يعطيكم وصفه اللي هي مساعده للعلاج فطريه الاظافر من بعد الفاصل. خليكم على اصوات معكم لقاء دائم على راديو اصوات. دكتور عماد كنتكلموا اليوم على المشكل ديال فطريات الاظافر. بزاف ديال الناس على صفحه البرنامج كيقول لك جربنا الدواء ما عطانا حتى شي نتيجه، عندي مشكل ديال الفطريات وعندي الاكزيما، وحنا كنبغيو وصفات كيف ما قلت اللي سحريه وسريعه وتعطيني النتيجه في نهار ولا يومين ونتهنى. العصا السحريه ديك اللعبه ديال صافي اللي ما كايناش اليوم غدا. ودابا عشان نقول لك اختي لمياء، حنا دابا كما كنقولوا حنايا باش كنديروا شويه كنضحكوا ولكن كنقربهم اكثر من المشكل، لان ملي كنوليو باغيين شي حاجه بالسربه كنوليو عرضه للنصب. فهنا الا بغينا شي دواء سريع فهنا كنخليو الناس اللي كما كنقولوا حنا اللي كتستغل هذا الامر هذا وكتولي في الانترنت علاج الفطريات في دقيقتين، كنوليو عاوتاني علاج الفطريات في ساعه، العلاج النهائي للفطريات. فهذا الشيء كامل كله مغلوط، لان يعني خصكم تعرفوا بان الفطريات هي عباره على واحد الطفيليات اللي المواد ديالها ما يمكنش تنتجها الا ما خداتهاش من عند واحد يعني واحد الكائن حي اخر فهمتي. وهذا الشيء هما باش كنوصلوا لديك الدرجه اننا كنوليو نحسوا بهم صافي، راه الفطريات كما كنقولوا حنا راه عشوا فينا يعني، ولا طلقوا لنا دوك المواد ديالهم السامه صافي الفطريات ولات كتنتج. اذا هنا كتولي واحد الصرامه في العلاج، كيخصنا نقضيو على الفطريات ونقضيو كذلك حتى على داك كنقولوا حنا داك البيض ديالهم يعني داك ديال التكاثر ديال الفطريات حتى هو خصنا نقضيو عليه.
فهادو جوج ديال الحوايج مهمين، وهذا الشيء كامل ما يمكنش نديروه بلا دواء. اذا الدواء الا ما كانش ما كاينش، كاين بعض اللي هي من مشتقات او مسمى بلي فليكونازول، فهاد الماده هذه وهاد الموليكيول وهاد المركب هذا اللي خصنا نردو ليه البال اننا كنتبعوه كما كيعطي لينا الطبيب. فبعض الناس كتقول لك اودي راه فيه اعراض جانبيه وكيضرب الكبد، فالاعراض الجانبيه ديال اي دواء كيف ما بغى يكون اذا ما احترمناش المقادير ديال كيفاش ناخذوه، الا ما احترمناش الوقت، الا ما احترمناش كذلك السن، بزاف ديال الامور اللي هو الطبيب كيحددها لينا، يعني ما نمشوش ناخذوا مديتنا راسنا. والعلاج ديال الفطريات من اطول العلاجات اللي كيمكن الانسان يتلقاها، فاقل حاجه هي 3 شهور فما فوق. فكاين الناس اللي خداو الدواء 9 شهور، كاين الناس اللي خداوه عام، كاين الناس اللي خداوه عامين، ولكن كيعطي نتيجه. علاش؟ لان كيولي التصفيه ديال الدم من هذه الفطريات ومن هذا الميكروب هذا اللي كيكون عندنا على المستوى ديال الدم، وكذلك حتى دوك المرهمات ودوك لي بوماد اللي كنستعملو ضروري حتى هما كنستعملهم كما كيقولنا الطبيب. ولكن هذا الشيء كامل مزيان، ولكن زائد التريتمون كيخصنا نكمل نلتزموا بالوقت، التزموا بالرونديفو اللي كيعطينا الطبيب، لان ملي كيقول لك رجعوا عندي راه ماشي الطبيب باغي يتخلص في فيزيت اخرى، لا بالعكس هذيك كتكون مجانيه اصلا، فهو الطبيب كترجع عنده باش يشوف اشنو كاين، باش يعرف داك المسار ديال 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 العلاج كيفاش غادي، باش هذاك العلاج الا ما كانش مازال ما كيعطيش واحد الجدوى ديالو يعني ما كيقضيش، فكيشوف علاج اخر وكيمشي في هذه الطريقه حتى كيلقى العلاج المناسب. هذا من جهه. من جهه اخرى كذلك هو كما كنقولوا حنايا ليجين، يعني النظافه وكيفاش كنتعاملوا مع هذه الفطريات. فاولا البلاصه اللي عندنا فيها الفطريات يا دفا يا مناطق خاصه يا الدس ديالنا، فمباشره ملي كنحيدوا هذه الحوايج ديالنا اللي كيكونوا عندهم علاقه بهذوك الفطريات كنديروا واحد البرمه ديال الماء فوق العافيه، حتى كيغلي الماء مزيان كيبدا كيغلي، وفوق العافيه هو كيغلي كنوليو كنخشيو هذوك الملابس كنعقمهم واحد 10 ديال المرات ولا 15 المره باش كيتعقموا لينا الملابس، عاد من بعد ديك الساعه يمكن نصبنهم هكا كنتخلصوا من الفطريات. لان كل انسان كيكون كيعالج ولكن الملابس ديالو ما كيعقمهاش، كيخلي الحذاء ديالو هو كيخلي مثلا الملابس ديالو الداخليه هي ما كيديرلاش التعقيم، فمباشره عاوتاني ملي كيعاود يلبسهم كيعاود يجي هذاك الفطر وكيعاود ياثر عليه. فاما الا كنا كناخذوا الدواء وكل مره كنديروا هذه العمليه كنعقموا دوك الاماكن اللي عندنا اللي تقاسوا لنا بالفطريات بهذه الطريقه هذه اليوم وغدا وبعد غدا، فهنا كنوليو كنقصوا درجه الاصابه بالفطر وانه ما كيتكاثرش، لان حتى الفطر الى كما كنقولوا حنا تغلبنا عليه ولكن بقى لينا في شي حاجه وعاود رجع لينا للذات، فشنو هو كيرجع داير واحد الحساسيه ضد هذوك المواد اللي كنا كنعطيو، يعني كيرجع مقوي، كيرجع كما كنقولوا حنا طفره، وكيولي صعيب علينا اننا نتخلصوا منه. وفي هذا الاطار هذا مساله اخرى اللي كنأكد عليها هو اي واحد يكون عنده اموره الخاصه به، اي حاجه ديال البشره خصها تكون خاصه به، الاحذيه كذلك تكون خاصه به، لان حتى الاحذيه كاين بعض الناس اللي كما كنقول حنا كيتسلفوا الاحذيه بعضياتهم، فهنا خصهم يردوا البال، لان حتى هذه المساله هذه كتولد الفطريات وكتولد هذه التعفنات اللي كنا كنهضروا عليهم. وما فيها بس الانسان ياخذ المعقم او سائل معقم الكول او ما شابه ذلك من السوائل المعقمه اللي كتكون مثلا في الصيدليات ولا شي بالصيدليات، ناخذهم ونمسحوا بهم كذلك الاحذيه ديالنا باش كنتخلصوا من هذه الفطريات هذه. عندنا السؤال ديال اختي غزال اللي هو مرفوق بصوره دكتور عماد، نشوفوها جميع ديال الضفر ديالها اللي كتقول لك بانه كان عندها فيه شامبينيون او لا نوع من انواع ديال الفطريات، تحيد ليها الضفر وتعاود ينوض ضفر اخر جديد، قالت لك دارت دواء لمده 20 يوم، واش الضفر اللي غادي يعاود ينوض غينوضوا فيه الفطريات ولا لا؟ فاكيدا الضفر اللي غادي ينوض اذا كانت كتاخذ 20 يوم ما كافيش، ولكن على حسب داك الضفر علاش تحيد، مثلا حيت كاين بعض الحالات كيتصاب داك الضفر ولا كيتضرب ولا هذه كيتحيد فكينوض في بلاصتو ضفر اخر. لا هي السبب هو الفطريات. فهنا تشوف مع الطبيب، تشوف بعدا المده شحال عطاها الطبيب، فهمتي؟ ما هو الا كان غادي ينوض وكانت كتعطيه الدواء واحد 60% غادي ينوض انه ما فيهش المشاكل، ولكن تشوف مع الطبيب ديالها من الاحسن هو اللي يحدد لها المده بالاكيد باش تشوف واش تبقى تستمر على الدواء ما تستمرش، وحنا راه غادي نعطيو وصفه مساعده ان شاء الله. ان شاء الله. غادي نمشيو ناخذوا السؤال ديال فاطمه من مدينه اسفي. السلام عليكم فاطمه. السلام اختي. مرحبا بك لالا، تفضلي شنو السؤال ديالك؟ اختي عندي واحد 15 عام خرجوا وتكليه ذاك الوقت بقات الشهر تنسل لي حاجه وقع واحد نسل مشى ليه؟ مشالو حاجب
شري حاجه وقعدوا حاجه ما واخا واخا قولي لي الشعر ديالو واش كيطيح ليه الشعر؟ لا خويا ما كيطيحش ليه الشعر لا والو غير الحاجب. وشي بلاصه اخرى ما كيحيدش منها الشعر مثلا في الصدر ديالو ولا في... لا خويا ما كيحيد ليه لا الشعر لا والو عادي ما قطع حاجبو واحد اللي نسليه واحد بقى ما عرفتش علاش. فهنا كيقدر يكون عنده ثعلبه انا نوع من الثعلبه ولا نوع من قولي الابن ديالك واش كان تعصب شويه في هذه الايامات كيقرا هو كيقرا ولا شنو كيدير؟ كيقرا وشاد داخلي وبحال ما باغيش ديك دوك الزرزال يتفرج عليا ما بقاش كيجي ما بغاهاش وما عرفتش منيش. فهمتك فهنا هنا حنا داك الشيء اللي سولتك لان هنا عنده مشكل نفسي هو اللي كياثر لينا على هذه المساله هذه هو اللي كيخلي ان الشعر كيتفقد وكيتسل بهذه الطريقه علاش لان المسام كيتسدوا المسام الانسان ملي كيتعصب المسام كتسد والشعر ملي كيطيح ما كيبقاش كيتجدد فاش غادي نقول لك اختي غادي نعطيك انا وصفه للمساعده ماشي مشكل انا الحاجب الاخر اللي بقى باش انه ما يطيحش ولكن ضروري كيخصو يمشي عند الطبيب باش يشوف هذا المشكل شنو هو لان يقدر يكون مشكل هرموني يقدر يكون مشكل ديال التغذيه يقدر يكون مشكل ديال الاعصاب لانه هو كذلك غادي يشوف معاه حتى هذا المشكل هذا باش هذاك الشعر يعاود يرجع للحاله الطبيعيه ديالو لان الا بقى هكاك انا نكمل هضرتي اختي الا بقى بحال الطريقه هذه فهذاك الشيء غادي يدوز ليه الحجب الاخر وغادي يطلع ليه للراس ديالو وكذلك حتى الرموش ديالو كيمكن يتاثروا يمكن يطيحوا ليه. واخا انا غادي نفيدك فهنا بالنسبه للبنت هنا غادي يقدر يكون المشكل ديال التونيا هو اللي كاين هذا المشكل واخا بالنسبه للولد والبنت يمكن نعطيو وصفه مساعده فهنا غادي ناخذوا زيت الحبه السوداء زيت الحبه السوداء ماشي زيت الشانوج معلقه كبيره ديالها ومعلقه كبيره ديال زيت البابونج لا كامومي فغنخلطوهم وغادي ندهنوا بهم الجلده ديال الشعر والشعر بالنسبه للبنيته نخليه ساعه ونغسلوه وبالنسبه للابن ديالها فهو غادي يبدا يدير مساج يبدا يدهن في داك في الحاجبين بجوج في الحاجب اللي ما مشاش منه الشعر والحاجب الاخر ويبقى يدير به واحد المساج وخصو ضروري انه يشوف طبيب باش نشوفوا هذا المشكل هذا فهمتي وتحاول تلقى مع حل يعني تصبروا يلقاو واحد الحل ما بيناتهم لان حتى هاد كما كنقولوا حتى هاد التوتر ديال البعد وديال انه بعيد وديال هاد الامور هذه اللي وقعت ليه يمكن تزيد تاثر عليه اكثر. طيب ناخذ السؤال ديال سميه مدينه طنجه اهلا وسهلا بك سميه. السلام عليكم. وعليكم السلام لالا تفضلي. مرحبا بك سميه. بارك الله فيك. تفضلي شنو السؤال ديالك؟ سميه شنو سؤالك؟ حنا كنسمعوا ليك. اختي عطات عليا سمحيلي حيت في الخدمه داكشي علاش سمحيلي. واخا لالا مرحبا. كيداير الدكتور عيمه دابا؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كنشكرك بزاف على الوصفات ديالك والله متبعتكم شحال هادي. الله يبارك فيك الله يبارك فيك اختي. الدكتور عندي هادي شي دابا من شهر بعشر ولا خمس شهور بان عندي واحد المشكل في الشعر ديالي من القداس قوى بزاف وتجيني واحد القشره غليظه بحال غليظه بزاف ملي كنزول ديك القشره كنلقى تحت منها الحموره. الشعر كيبقى يطيح ليا. وعندي الدفار ديالي فيهم الشامبينيو ديك الدفار الصغار ديال الزر جوج صغارين. واخا خديتي شي دواء عالجتي عليهم شي حاجه خديتي شي مشيت عند واحد الدكتوره الجلد وعطاني شي دواء وغادي طلعوا بانها يعني ما كنهضر معاها وكتبت لي الشعر ديالي واحد رشاشه المهم عطاتني واحد التحاليل درتهم. بالنسبه للدفار شنو واش عطاتك شي دواء كتشربي؟ عطاتني ديك الباستيه ديال السيمانه عرفتي ديك الكومبارا السيمانه وعطاتني واحد جوج الكومادات درتي وحده ديال الناس رجلك من التحاليل وحده من الدفار ديالك. نعم قولي لي شحال خديتي ذاك الدواء ديال السيمانه شحال خديتي من مره؟ دابا يلاه خديته شهر. ايوا شهر اختي راه ما غيدير والو. فهمتي حيت هو المفعول ديالو كياخذ شويه ديال الوقت وشهر شهر خاصه ملي كنوصلوا حيت داك الشيء باش كنقول انا دائما خصنا داك التشخيص المبكر اننا منين تبان لنا شي حاجه ماشي هي هذيك في الدس ديالنا ما نجلسوش ونبقاو هاملين يعني دابا كون بانوا لك مثلا الضفار ديالك مغيرين في الاول بداو كيبانوا لك ومشيتي عند الطبيب كان غادي يكون المده اقل وحتى في العلاج كيكون قليل فهنا الشهر اختي ما غادير لك والو خصك تكملي لان على الاقل غتكون الطبيبه قالت لك 3 موا يعني 3 شهور فكملي 3 شهور ديالك ياك ورجعي عند الطبيبه. بالنسبه للشعر ديالك القشره اللي كتكون عندك في الشعر وكتكون فيها مع الحكه واخا نعطيو واحد الوصفه غادي ناخذوا زيت اللوز الحلو
زيت الحبق وزيت النافع، زيت اللوز الحلو، زيت الحبق وزيت النافع، معلقه كبيره من كل زيت، كندهنوا بها الجلده ديال شعرنا، وشعرنا كنخليوها ساعه وكنغسلوها. بالنسبه لو كنداومي عليها جوج مرات في الاسبوع، داومي عليها مده ديال 3 شهور. بالنسبه للوصفه المساعده على الفطريات والوصفه المساعده هي باش نختموا اكيد اللي كتساعدنا على الفطريات كوقايه وكمساعده على العلاج، فهنا غادي ناخذوا معلقه صغيره من زيت الكبريت، معلقه كبيره ديال زيت الزعتر، معلقه كبيره ديال زيت الخزامه، معلقه كبيره ديال زيت الارز، شجره الارز، معلقه كبيره ديال زيت الارز ديال الخزامه، معلقه كبيره ديال زيت الارز عفوا ديال زيت الخزامه وديال زيت الزعتر، ومعلقه صغيره ديال زيت الكبريت، كنخلطهم بربعه د المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، كنخلطهم في حمام مريم حتى كيتخلطوا، كنحصلوا على واحد الخليط متجانس، كنخليوها تبرد. وهاد الكريمه هادي اللي كنحصلوا عليها كندهنوا بها من بعد ما كنغسلوا الاماكن اللي عندنا فيها الفطريات، كناخذوا شويه من هاد الكريمه وكندهنوا بها بواحد الماساج ديال 10 ديال الدقائق البلاصه اللي عندنا فيها الفطريات بالليل، وكنداوموا عليها يوميا ما كنقطعوهاش حتى كنحسوا ان هذوك الفطريات بداو كيمشيو وبداو كيرجعوا للحاله الطبيعيه ديالهم. شكرا لك دكتور عماد ميزاب. كاين بزاف الاسئله ديال المستمعات والمستمعين اللي سولونا على البهق اللي كيتكاثر ايضا وتيبان خلال فتره الصيف، ماذا بينا نديروا حلقه خاصه ونتكلموا على البهاقه ولا البهق وعلى ايضا انواع اخرى اللي كتصيب الجلد ديالنا ان شاء الله. يعني الفطريات اللي تصيب الجلد ايضا كتكون حاضره بشكل كبير خلال فتره الصيف. في الاسبوع المقبل نتكلموا على هذا الشيء دكتور عماد. شكرا ايضا لك سيف الدين. بلغيتي في الاخراج بعض لحظات اخبار ظهيره.